اهلا بيكم حبايبي. النهارده يا رب تكونوا بخير وبصحه وكل عام وانتم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل البسكوت بالمكنه، ولو حابين نعمله بالكيس هقول لكم على المقادير دي ودي ان شاء الله. اول حاجه ان شاء الله لو هنعمل بالمكنه يبقى كيلو دقيق عليه نص كيلو زبده عليه ربع كيلو سكر بودر عليه 5 بيضات عليه معلقه نشادر عليه 10 جرام بيكنج باودر. العشرة جرام بيكنج باودر يعني بعلقة بالمعلقة دي بتديني 10. الصغيرة بتاعت الشاي دي بتديني 5 جرام وربع كوباية لبن. دي مقادير الكيلو لو بالمكنة. لو انت حابة تعملي البسكوت بالكيس بدل الكيلو هتعملي كيلو الا ربع دقيق بس نفس المقادير بقى، الزبدة والسكر والبيض والبيكنج باودر واللبن والنشادر كلها زي اللي بالمكنة، هو بس اللي بنختلف في الدقيق. الدقيق بدل ما يبقى كيلو دقيق هيبقى كيلو الا ربع دقيق بالكيس. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ مع بعضينا الطريقة. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا الزبدة هنضربها بالسكر، هحط معايا هنعمل كيلو، معايا يبقى نص كيلو زبدة عليه ربع كيلو سكر بودر وهضربهم ونرجع لكم. لازم يا جماعة الزبدة تكون ساقعة، لازم ساقعة، الزبدة مش ساقعة مش هتديكي نتيجة كويسة مع البسكوت. خلاص ضربنا الزبدة بالسكر، احط الفانيليا عشان هنحط البيض. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما يبقاش ريحته زفرة، وما نكترش برضو الفانيليا عشان كتر الفانيليا بيخليها تمرر. وهنحط طبعا رشة الملح المعتادة اهي، شايفين حبة الملح هنرشهم كده. والبيض هنحط 5 بيضات على الكيلو، وهنضرب البيض بيضة بيضة، ما تحطيش البيض مرة واحدة. بسم الله سمي الله، نحط بيضاية ونضربها تختفي، هنحط التانية. يلا حط التانية. كده التالتة. أربعة. كده الخمسة. وهضربه كويس ونرجع تاني ان شاء الله نشوف هنعمل ايه. هننزل بالدقيق ده، كده كيلو دقيق يا جماعة لازم يتنخل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنحط كده، هنحط معلقة البيكنج باودر اللي هي 10 جرام دي، كده المعلقة دي كده 10 جرام هنحطها على الدقيق ونقلب الدقيق الأول كويس كده عشان يتحللوا الهواء. طبعا احنا ناكلين الدقيق بس عشان البيكنج باودر يتقلب في كل أنحاء الدقيق. كده انا قلبت البيكنج بودر بتاعي، طبعا البسكوت ما بيتعجنش. هنقلب الدقيق مع الحاجات الجميله مع السمنه والسكر، هنقلبه كده تقليب زي الكيكه برضو والبيدي فور. البسكوت ما بيتعجنش، هنخلص تقليبه ونشوفه بعد كده. كده شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كده لمينا الدقيق في قلب الزبدة اهو. بعمل كده، شايفين ايدي بتعمل ازاي؟ كده كده تقلبي كده الدقيق لغاية لما السمنة الزبدة تلم معاه بالسكر والبيض اهو، ما تعجنيش. كده نقلب كده، هنجيب من تحت لفوق كده. خلاص كده لميناه. معانا بقى ربع كوباية لبن، وهحط معلقه نشادر، وادي معانا الربع كوبايه لبن على معلقه النشادر، وهندوبها. اللبن ما يكونش سخن، لبن
عادي هنقلب فيه كويس النشادر بتاعتنا. انا دوبت طبعا النشادر كويس، لازم يتدوب كويس. وننزل بيه بسم الله الرحمن الرحيم ربع كوبايه، ما تزوديش عنها، على معلقه النشادر. وهنقلب العجينه، وهنقلب العجينه في قلب اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقلب العجينه ازاي كده؟ خلاص العجينه اهي بسم الله ما شاء الله. هدخلها بقى الثلاجه حوالي ربع ساعه تستريح، وبعد كده نشوفها ان شاء الله. شايفين العجينه عامله ازاي يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا انتوا شايفين القمع الجديد ده جميل جدا، حلو قوي قوي لتركيب المكنه، وحلو. شايفين العجينه عامله ازاي؟ سلسه وجميله ما شاء الله. ازاي شايفين عجينه تحفه 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 اهي. الوش اللي انت عايزاه في كمان المكنه. بص عملوا اشكال كتيره احسن من الموس، حلو قوي قوي، سهل وجميل. وبعدين كمان بيبقى في مسافه بينه وبين المكنه، فبتقدري تتحكمي في اكتر في الـ في الـ في البسكوته، يعني الشكل اللي انت عايزاه. انا جبت الشكل اللي هو عامل نجمه، وجبت الشكل اللي انتوا شايفينه ده، لقيتهم جميله جدا ومش غاليه يا جماعه، حلو. بصي ايدك كمان بعيده ازاي عن المكنه، تقدري تتحكمي في مقاس البسكوته احسن من الموس كتير كتير. فان شاء الله هنسويه وهوريه لكم باذن الله. انا كده سخنت الفرن بتاعي، طبعا النار اقل من المتوسطه، وهندخل اول صينيه معانا زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس وان شاء الله ما يستوي نشوفه باذن الله. وده كان اول صاج معانا يا جماعه، شايفين جماله وتسويته. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميل جميل، حلو قوي قوي. والبسكوته طبعا هو لسه صغر، شايفين التسويه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، هو سخن بس شويه، شايفين تسويته عامله ازاي. ان شاء الله هنسوي الكميه كلها ونرجع لكم باذن الله ان شاء الله. وادي تاني صينيه كمان يا جماعه طلعت معانا اهي، هي عريضه شويه لان الوش اللي انا وريته لكم في المكنه بيخليها عريضه شويه. واللي حب يعمل البسكوت ارفع من كده استعمل الموس، هو الموس بيطلعه ارفع من كده، لكن القمع ده يا جماعه بيطلعه عريض. فاللي حابب يخلي البسكوت رفيعا كده يركب الموس بتاع المكنه. بس شايفين ما شاء الله، ولا فرش ولا اي حاجه، بس هو القمع اللي خلاه عريض كده. وان شاء الله نخلص بقيه الكميه ان شاء الله. وادي يا جماعه البسكوت بتاعنا بعد ما خلص وبرد، شايفين ما شاء الله البسكوت بيتكلم عن نفسه، شايفين جميل جميل جدا. والبسكوته هشه هشه وجميله، وتشوفي التسويه جميله جميله تحفه اهو. شايفين عامل ازاي؟ مش مستحمل، شايفين تسويته جميله جميله جميله، وطعمه جميل جميل، اللهم بارك. شايفين عامل ازاي البسكوته عامله ازاي؟ جميله جميله جميله، ويا حلوه قوي قوي قوي. البسكوته بتتكلم عن نفسها، والله العظيم بتتكلم عن نفسها. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، واقول لكم كل عام وانتم بخير، عيد سعيد عليكم ان شاء الله في كل مكان وفي كل انحاء الدنيا. ومتابعين الكرام، وعايزه تعليقاتهم الجميله لان هي بتسعدني جدا بصراحه، ويقولوا لي جربوا الطريقه بتاعتي ولا لا، ونجربوها وقولوا لي عجبتكم ولا لا، وان شاء الله تعجبكم وهتنجح معاكم جدا ان شاء الله. وادي النتيجه قدامكم اهي ما شاء الله، يعني اللهم بارك. واشوفكم في فيديو تاني باذن الله، والسلام عليكم.